بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم صلى الله عليه في وسلم. سوق سوق المسيلة، في سوق الكوش. الكوش نقولوا رانا في أحد أحياء الكوش. تلاقينا مجموعة من شباب الماضي، احنا نقولوا هكذا. أولهم هو سي ميلي، سمي روحك ربي يسرك، سي ميلي محمد، هو بن عمتي طبية زينب، احنا نقولوا لها طبية خت بي خت الحملاوي، سبحان الله. ايه الكوش، وهو من الفنانين القدامى، يعني حاجه. قولي بكري، انتوما بكري كيف كنتوا تدبروا ماتريال باش ديروا لوحات نتاعكم؟ والله مروح من ربي يسرك. هذاك ها قول لي سي محمد. والله ما غير حشاك غير بالله كيما نقولوا، ما نقدرش كيفاه نختص في النحت وتلبيس البيوت والجبس. لا لا، هذه فن اخر، عنده فنان يفنن في امور كبيره. نهضر على الرسم، على الرسم. الرسم كيف بديتو انت؟ كيف بديتو؟ مهيبه برك من عند ربي. كيف بديتو اول لوحه اللي درتها؟ خدمت انا كومونسيت في 62، ها؟ من 62 واصلت، ومن بعد ولا تبعني في 66 67، ولا كيما نقولوا تانس ليا القاضي. سي قاضي هذا المعروف، قاشوش القاضي. أه. يعني ولا كيما نقولوا احسن فنان. انا نشا عليكم، انا كي كنت ندير داركم في الكوش كنت نشا انك ترسم ولا تصور في الحيوط في الدنيا، ترسم العباد والعضلات، الطبيعه اللي خلقها ربي. الله يبارك. كنتوا تخدموا؟ علاش كنتوا تخدموا الكتان؟ انا نخدم في الحيوط، نخدم في اللي زي طوال، ولا في اللي طوال. لا لا لا، مش لا لا طوال، كونتر بلان لي زورال ولا كونتر بلان. لي زورال، اي لي زورال ولا كونتر بلان. ها واش كنتوا، كيف كنتوا توجدوه باش تخدموا به؟ كان في ذاك الوقت كانت كيما نقولوا لا بانتير نتاع لا لويل، شادي نتاع لا لاك، كان القطي المخير خاص يدير كيما نقولوا 6 7 3 4000 ترخيصه. حنا قبل كباها الليم وكيما نقولوا ديك ال 5 ولا 6000 يحب لك. ومن بعد كيما نقولوا لا لويل هذيك كيما نقولوا نخدموا حدنا كلش وحد. وهل كنتوا تاكلوا من الفن اللي كنتوا ديروه ولا ما كنتوش؟ كيفاه؟ كنتوا تاكلوا من الفن هذا ولا ما كنتوش؟ ناكلوا ما والو، غير اللي نخدموا غير اللي يجي يدي. هكذا يدي 3 4 كملت انا به، وانا نخدم فيها وانا نخدم فيها، حتى راني كيما نقولوا وليت نخدم الجبس. يعني حياتي كلها في الجبس. وشنو هي السبه نتاعها؟ كيما نقولوا سكنت عند نسابي انايا، قست الحيط هكذا، شراها لي ما هكذا مات. وليت من هذيك من 86 حبستها طول، جبت فيها اكثر من 41 سنه وانا في الرسم. ومن بعد ما غير اللي يجي كيما قلت ثلاثة أربعة خمس لوحات، خلق لي واحد فريد نقول له سي النووي، هذا طالب نقلتو طالب هذاك، خلق لي هكذا مسكين، جا خدم لي ثلاثة ولا أربعة لوحات، أعطاني راني نشبالها 10 ولا 12، كأنه حسيت في الفكر كأنه راني غنيت. ومن بعد النهار اللي ما جيت كيما نقولوا دور نتطور، كيما نقولوا حبيت نطور روحي، ما لا من كيما نقولوا عاد تفقدت هي لهنايا كيما نقولوا، عاد كيما نقولوا اللي يروحوا لزيميغري كيما نقولوا نوصيهم هكذا، ما لهما روحوا لزيميغري اللي ولا يجيب لي ذيك لاكواش، ولاكواش على بالك نتاع اولاد، وغير تحل بوشور في نهار تيبس. اما لا واحد يقول لي انا ما عرفتلاش، واحد يقول لي كل واحد وكيفاه. هذه هي السبه اللي تركت عليا، هي مساعدتني وكان عندي فيها ذوق، ندنق للصحاب، ندنق للشجار. واحد كيما نقولوا قيسني بكلمه والله يتكبر، والله ديك تقدر عليه لوحه ما كانش، يعني يعني بالحقيقة الناس كل تعرفني بارت عندي، عندي حتى دور ندخل في بعض. هل لا ما برديتها ولا مازال كنت تتلا؟ قول برديتها، قول عندي الرشفة كيما نقولوا، نقدر كيما نقولوا دوك هكذا كيما نقولوا نصور، بصح ما بقيتش كيما نقولوا كيما نقولوا له راجل. أنا ديما كيما نقولوا نخدم حوايج أنت وعد بكري هكذا، يقولوا العرب عينيه اللي قدناه، ما شاء الله. هذا وشاش ولا وش؟ هذو اللي كان انا عندي فيهم الذوق، هذو اللي كان انا بكري عندي فيهم الذوق. نحب انايا نخدم الا الخدمه تاع الصخور ولا هذيك، هذا كيما نقولوا الظل. اذا ما حطيتش على التحت
ما شاء الله ما شاء الله. هذه هي الخدمه نتاعي انايا، نخدم الا الحوايج كيما نقولوا اللي هما وما يشوفوش على متر مترتين، وقعد جوج دقائق الا ما طوش عيني ما طوش عيني. تقول والله ايه مازلت عندك لا ما مازلت عندي بصح ما بقيتش كيما نقولوا كيما بكري، وانما دوك هذا كي نحب انا نكبروا نحب نكبروا انايا ها نكبروا. شوف كيف نبدا نكبروا، نبدا نكبروا كيما نقولوا بالشلاغم تقول ولا ما بقيتش كيما نقولوا في العيله. ها كيما نبدا نكبروا، ها هو نبدا ندير هذوك السيكاتريس ستيلو فانتر كيما نقولوا، هذوك ستيلو فانتر متين وهي ديسا هذه ما تلقش كيما نقولوا بال شلاط. ونبدا انا عود على من تعلمت على من تعلمت هكذاك وحدي وحدي الهام والله غير من عند ربي. دوكا هل موجودة الألواح تاعك ولا راح؟ خلاص راحوا أكل اللي بعت لهم. ها كانوا يدوا لو كان كنت لو كان كانوا يشجعوني وكانوا يشجعوني واحد 5000 واحد 2000 وراني كملت وراني طورت فهمني والله. وها هو الرسم أنا نتاعي بكري واش نخدم مثلا. ها درنا راجل مشكلي كنت مثلا نتفكر كي كنت تدير هكذاك يعجبني الحال. لا أنا هذو تركتهم هذوك ملي كنت صغير كنت هاي اللوحة نتاعي أنا كيما نقولوا كي نبغي نخدم كما نقولوا ها هي سمعت والله. ها هذا كما نقولوا حيط كما نقولوا سمعت كما نقولوا هذا حيط هذا مثلا اللي جي سكالي هذا مشكل فانتر كما نقولوا كي ستيلو سمعت والله. هذه كما نقولوا ماشي ومن بعد اللوحه كما نقولوا هذه الخدمه نتاعي انا نحب نخدم هكذا. قد عندك ما مرسنتش؟ ورا عندي فايته 25 فايته تقريبا 30 سنه 20 مش حاجه سهله سمعت والله. هذه هي الخدمه نتاعي انايا سمعت والله. وهنا كيما نقولوا البنيه كيما نقولوا هنايا بزاف الجوامع كيما نقولوا هذه الارض كيما نقولوا يطلعوا هنايا كيما نقولوا الخلات فهمت والله. كيما نقولوا الخلات كيما نقولوا الحوايج كيما نقولوا هذه كل كيما نقولوا الزخرفه الجبال وذيك وذيك وهذه كيما نقولوا كي شغل طبقه فوق طبقه راك فهمني. هذه هي الخدمه نتاعي انايا بكري نخدمها هنايا كيما نقولوا حجار الراجل يصلي تطلب كيما نقولوا هنايا البنيه راك فهمني. هنا ما نقدرش كيما نقولوا هنايا الطيور ما نقدرش نتاوي الخيال تطلب 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 ما نقدرش نتينيها لازم لازم ستيلو ولسان يكون لا لا روعه روعه يعني هذيك هذاك كيما نقولوا واحد كيما نقولوا اتلات والله هذيك ما نحوس على اتلات صحيح. دوكا كي ستيلو فانت راك فاهمني والله ما يعطيكش الطوا ما يعطيكش الطوا بان سوات رباك ما كاينش بيك لازم له بان سوات رباك لازم له بيك حاجه هكذا راهي يوري لك في حاجه نوري لك كيما نقولوا في حاجه ورانا في المكان ماهوش مناسب الحقيقه يعني. وانا دوكا تي راحت لي باه نقدر ما نحملش الوقفه واحد نعطي الوجه روعه. وانت تخدم تقدر تذكر لي اسماء بعض الفنانين اللي كانوا في ذاك الوقت معاكم؟ أنا نهضروا على الستينيات والسبعينيات. في الستينيات والسبعينيات كنت أنا وكان واحد الطويل يقولوا له عزوز ولد قزيوة ويهابني. عزوز ولد قزيوة كان القهوة نتاعو كيما الرونكو. ها؟ ويهابني سمعت والله. ومن بعد والله القاضي ومن القاضي خلق بالحقيقة بن السبتي كيما نقولوا خلق كيما نقولوا عبد الحميد عروسي خلقوا جماعة العمارنية خلقوا بصح اللي هو اللي كمل فيها هو القاضي. لو كان باه نخلصوا لازم لك جلسة طويلة ليه سموك هورا؟ ها؟ ليه سموك؟ أهلي تنقيبة سماني واحد الطبيب اللي يقولوا نذير بن السوامع السعيدي في ذاك الوقت أنا كيما نقولوا صغير كيما نقولوا ملبلب ويعني صحة ربانية الله يبارك. ما عرفتوش كاش هو كبير عليا بزاف ما قدرتش نقول لك علاه يعني يعني لسه الله يبارك يعني كيما نقولوا ما عندي فورم يعني مسكنه هذه هي السبريه. وزدت على بالك بالخدمه نتاع الجبس كيما نقولوا وليت مفصل هذا غير الجبس من 64 وانا فيه من 67 وانا في الجبس 2012
خزروني العرب كسروني. واش تقول في خالك؟ خالي الحملاوي يا ربي يرحمه ويسع عليه. خوري حياتي خوري وعاش وخدم علي لافانس ربي يرحمه. يعني ويسان يعني كيما يقولوا ويسان سياسي ما عندي ما نقول فيه. يعني الناس الكل يهضروا عليه الا بالله. ويسان حنين وربي يرحمه. هذه كلمه حنين له قلتها. حنين حنين لي له انا شفته انا. شفته كيما نقولوا مع ناس وشفته مع روحي انا وشفته يعني حنين. مع العمال. مع العمال. يعني يحكوا لي عليه ناس بزاف بزاف. مبارك.